السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello sister, welcome to e-alem. Let's speak about our plan in Arabic language إن شاء الله. بسم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا أخي، هو مدرس. أهلا وسهلا أحمد. هذا صديقي، هو مهندس. أهلا وسهلا. مع السلامة. مع السلامة. ما معنى مدرس teacher، معنى مهندس engineer، أخي my brother، هذا صديقي my friend. What about هذا this، هذا this، هو he، هو he، هذا أخي هو مدرس، هذا صديقي هو مهندس. مع السلامة. This is our greeting when we end our meeting. Say مع السلامة. أهلا وسهلا mean welcome. When we wanted to go down, fine. This is conversation. السلام عليكم. وعليكم السلام. This is between ندى and هدى. Two males or female. Females. ندى هدى. السلام عليكم. وعليكم السلام. ندى هذه أختي، هي طبيبة. أهلا وسهلا. هذه صديقتي، هي طالبة. أهلا وسهلا. مع السلامة. مع السلامة. هذه this أختي my sister، هي she طبيبة doctor. This is my sister. She is doctor. أهلا وسهلا. هذه صديقتي. This is my friend. هي طالبة. She is student. أهلا وسهلا. Mean welcome. مع السلامة. This is our greeting at the end of the meeting. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.